تتجه لندن لملعب ستانلي اتحاد ستاديوم بمانشستر للاستضافة مواجهة قوية وصعبة بين فريق مانشستر سيتي المستضيف مواجهة اليوم وفريق ليفربول الضيف اليوم في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز. الكل يود مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم. سوف تلعب في تمام الساعة 3 والنصف بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 2:30 بتوقيت غرينيت، وسوف تنقلب في هذه المباراة على قناة بي ان سبورت بميتش ديوان الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز الفريق مانشستر سيتي المستضيف مواجهة اليوم أو فريق ليفربول الضيف اليوم؟ ونذكركم أن فريق مانشستر سيتي هو المحتل الرتبة الأولى حاليا برصيد 73 نقطة، أما بالنسبة لفريق ليفربول يحتل الرتبة الثانية خلفه برصيد 72 نقطة، نقطة فقط بين الفريقين.